مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من 45 دقيقة. برنامج 45 دقيقة طيلت هذه المسيرة ديالو 14 سنة، شغل على أزيد من 220 تحقيق تلفازي، وهي المجموعة ديال التحقيقات التلفازية اللي دازت على عبر القناة الأولى كنشتغلوا عليه كطاقم صحفي. برنامج 45 دقيقة طيلت هذه المدة شغل فيه أزيد حوالي 40 صحفي وصحفية، وكل واحد عطى فيهم اللي بذل فيه مجهود، وهذا المجهود اللي برز من خلال مجموعه من الحلقات اللي خلقت نقاش داخل المجتمع وثار جدل داخل المجتمع. هناك مجموعه من الحلقات نذكر على سبيل المثال ملائكه ليست للبيع ديال اللي كان الموضوع كيتعلق باشخاص او مافيا للبيع الاطفال الصغار. هناك مجموعه من المواضيع اخرى ك تلاعب بوليزاريو في المساعدات الانسانيه، وعدد كبير من الحلقات اللي ممكن تستحضرهاش دابا اللي شغلنا عليها وحققت نسب مشاهده كبيره. نذكر على سبيل المثال الحلقه ديال الخميس الاسود لمراكش ديال احداث ارغانا اللي حققت اكبر نسبه مشاهده اللي حول 4.5 مليون ديال المشاهدين، ومجموعه من الحلقات الاخرى اللي من الصعب باش نستحضر 220 حلقه في هذا الظرف الوجيز. بطبيعه الحال برنامج 45 دقيقه كيشتغل عليه طاقم كبير، الطاقم اللي كيشتغل عليه اي حلقه راه باش كتقدم كمنتوج في المرحله الاخيره، عباره عن حلقه في القناه الاولى، راه كتطلب واحد المجهود كبير ديال الاعداد، ديال التحضير، ديال التصوير، ديال المونتاج، ديال مجموعه من، يعني نقدر نقول لكم بان هناك حلقات اللي كتطلب الشغل على وقت كبير باش تصور حلقه، على سبيل المثال باش نصورها وتوجد على الاقل خصها تكون في شهر ديال الوقت، اما بالك بحلقات اخرى اللي كيكونوا صعيبه اللي كتطلب سنوات من الشغل. المواضيع كاين هيئة التحرير كندارسوا بيناتنا بخصوص المستجدات، القضايا الجديدة اللي في المجتمع، الظواهر اللي كتظهر، وبطبيعة الحال من هنا كتجي الأفكار ديال الحلقات ديال البرنامج، وبطبيعة الحال بتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. أنا كما كنقول دائما وكنردوها بيناتنا حنا كطاقم ديال البرنامج 45 دقيقة، اللي كنقولوا بأن برنامج 45 دقيقة باش يخرج يتصور، شنو هو التصوير؟ التصوير في حد ذاته باش كتخرج هما مشاكل، أنت فاش كتخرج كتحاول تحل هذوك المشاكل، بحال ديزينيكم. كتحاول تحل هادي بهادي، دونك باش تخرج تصور راه ديجا هذاك راه مشكل، انت كتحاول تحل المشاكل وتغلب على المشاكل. على شنو الدور ديالنا؟ هو نتغلبوا على ديك المشاكل باش في الاخر نقدموا واحد المنتوج اللي كيكون في بهذا الشكل اللي كنقدموه في برنامج 45 دقيقه. احنا كصحفيين كنراسلوا جميع الادارات بغرض باش نصور معهم، لحنا الفرق ما بين الصحافه المكتوبه والصحافه السمعيه البصريه، حنا ما كنعتمدوش على ذكر مصدر مطلع كشفت مصادر قريبه ذكر مصدر خاص، لا حنا خصك المصدر هو تجيب الشخص المعني، نعم بالامر اللي يتكلم معك بشكل مباشر، يتكلم بالصوت والصوره. ولا ما كان تعذر الامر بهذا الشكل، ممكن كنقدروا نديروا طرق اخرى اللي هي تقنيات ديال التحقيق الصحفي، وهي اللي كنبتوها في حلقات ديال برنامج 45 دقيقه. بخصوص الحلقه ديال يتامى الارهاب، هي كتدخل في اطار ديال السلسله ديال البرامج او الحلقات اللي شغلنا عليهم كتعلق بقضايا ديال الارهاب والتطرف. شغلنا هي ثلاثه ديال الحلقات، شغلنا في الاول على موضوع ديال العائدون من بؤر التوتر، واللي تلاقينا فيها مع اشخاص كانوا في صفوف تنظيمات ارهابيه هناك مجموعه من التنظيمات الارهابيه واشهرها داعش، منهم اللي قدر الفتره السجنيه ديالو وخرج وتلاقينا معاهم وحكوا لينا شنو جرى تماك، شنو لقاو، تصادموا مع واقع مغاير لما كانوا يروج لهم،
وهو نفس الشيء تلاقينا مع اشخاص داخل سجن اللي مازالين راه الاعتقال اللي تحدثوا لنا على قصص ديالهم كيفاش التحقوا بهذه البؤر وكيفاش التحقوا بصفوف تنظيمات ارهابيه. وهنا حكوا لنا او بالاحرى كشفوا لنا على الندم ديالهم وكيفاش هذا الغلط اللي كلفهم الكثير. وكان والكثير منهم فاش تلاقيتهم بشكل مباشر وقلت لهم لو رجع التاريخ اللور قال لك ما عمرنا غنعاودوا هذا الغلط. ومن بعد هذا الشيء تطرقنا لموضوع اخر ديال الارهاب من زاويه ديال المصالحه وبينا فيه بان مجموع الناس اللي غادروا السجن من بعد القضاء ديال العقوبه ديالهم في قضايا التطرف والارهاب حوالي 3000 شخص اللي اليوم اندمجوا في المجتمع. هاد الناس اللي تعتقلوا من بدايه ظهور قضايا الارهاب والتطرف في المغرب بدايه الالفينات الى اليوم خرجوا اندمجوا في المجتمع. منهم اللي اصبح خلق مقاوله، منهم اللي كيشتغل اجير في القطاع الخاص، منهم اللي كيشتغل مع مؤسسات عموميه، ومنهم اللي اصبح اليوم كيحارب هذا الفكر ديال الارهاب والتطرف داخل السجون مع في اطار برنامج مصالحه. شوف هذا الباب جات هذه الحلقه ديال يتامى الارهاب اللي كتعلق بالنساء والاطفال اللي عالقين في سواء في مخيمات اللاجئين بؤر توتور او في تركيا باعتبارها المعبر ما بين المغرب وما بين سوريا كبؤر توتور اللي كيعيشوا في خفاء اللي كيعيشوا في انتظار العوده ديالهم في المغرب. دونك هنايا منين جات هذه الحلقه وهذه الحلقه كنا غنشتغلوا عليها قبل من جائحه كورونا. كنا بغينا نرافقوا لجنه برلمانيه تشكلت بهذا الخصوص، كنا بغينا نمشيو معاهم، كان عندنا طموح باش نمشيو تما نشوفوا ونقربوا الناس من هذا الواقع. ساعة جات جائحة كورونا اللي هي وقفت هذا الأمر، إلى حين اتصلت بنا صحفية الزميلة هدى حسوان اللي كانت صحفية ضمن طاقم برنامج 45 دقيقة اللي شغلت معنا فوق السابق، وخبرتني بأنها راه وصلت الصور ديال النساء اللي في تركيا ولا سواء في المخيمات، وقررنا باش نشتغلوا جميعا على هذا الموضوع. المبدا هو فاش كنمشيو كنتلاقاو مع الناس كنقول في الأول واش بغيتي تبان ولا بغيتي تدرق وجهك؟ هنا باش كيكون واحد الالتزام اخلاقي بيننا وبين هذاك الشخص قبل ما تثبت الحلقه وقبل ما نكونوا عرضنا من خلال البرنامج. دونك كيكون هناك اتفاق اخلاقي ما بيننا وما بين الناس المحاورين. دونك ولا شاهدتوا مجموعه من الحلقات كاين فيهم اشخاص اللي قرروا يهضروا بالوجه ديالهم وقرروا يكشفوا المستور، وهناك اخرين اللي كيفضلوا يبانوا ما يظهروش ويكون الدور ديالهم غير مكشوف. كما كنستحضروا واحد الفكره بان الصحفي هو موثق اللحظه لانه يوثق للتاريخ، يعني في هذيك اللحظه ذاك العمل اللي كتقوم به راه كتوثق به لهذيك اللحظه باش يقدر يكون مرجع من بعد. برنامج 45 دقيقه كان قاموا ببحوث في مجال ديال الصحافه والاعلام في تخصصات اخرى من خلال الاطلاع على الباحثين والدارسين على مجموعه من الحلقات اللي كنشتغلوا عليها وكتكون غنيه بالمعطيات بالوثائق بالحجج وبالادله. شكرا لكم، شكرا على الاهتمام، وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وكنشكروا المشاهدين والجمهور على الدعم ديالو والثقه ديالو في برنامج 45 دقيقه اللي العمر ديالو حوالي 14 سنة والإنجازات ديالو 220 حلقة ومجموعة من التتويجات سواء على الصعيد الوطني أو على المستوى العربي.